حول تجفيف النظام الإيراني للأنهار والأهوار في الأحواز، ينضم إلينا عبر سكايب من كامبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز السيد ميثاق عبد الله. أستاذ ميثاق، بداية مرحبا بك. يعني هناك أنباء تتحدث عن تجفيف النظام الإيراني للمياه في الأحواز، ترى كيف وصل الحال إلى هذا الحد؟ احترامك الكوادر قناة الرافدين، بالطبع دولة الاحتلال مارست سياسة التجفيف ضد منطقة الأحواز عامة منذ بداية الاحتلال 1925 ميلادي، ولكن في الآونة الأخيرة قد استخدمت الظروف الجوية والحرب التي طالت العراق منذ عام 2003 لغاية الآن كذريعة بأن هناك جوي في داخل هذه المناطق ولا تستطيع أن تسيطر، وهذه كذبة واضحة وكذب صراح، بحيث أن سلطات الاحتلال الفارسية عرضت نهر كارون لحالة ل 400 عملية تجفيف، وعرضت أيضا نهر الكرخة الذي جف الآن حاليا تماما وأرسلت مياهه إلى العمق الأراضي الفارسية، ويتضمن حتى مشروع بهشتباد وغيرها التي راح إلى محافظات كرمان وإصفهان وغيرها. فهذه الاحتلال الفارسي ركز على هذه المركزيه. الان اذا تذهبون الى المناطق المحاذيه للاحواز، المناطق التي هي خرمباد وغيرها العمق الفارسيه، تتمتع ب ثروه مائيه هائله بسبب المياه التي سرقوها من الاحواز، وهذه المياه تاثرت حتى على نهر ديالى وغيرها في العراق بسبب نقلها الى داخل بلاد الفارس. والان تعاني الاحواز كيف يتاثرون بسياسه التجفيف؟ الآن وصل المعدل البيئي في داخل الأحواز، التلوث البيئي، وصلت الأحواز إلى أكثر المدن في العالم تلوثا من الناحية البيئية، من ناحية التلوث الحراري، وأيضا من عدم السماح للأحوازيين الذي يعتبر السماح لهم بالزراعة التي تعتبر آخر مصدر رزق وآخر بنية تحتية للمواطن الأحوازي ممنوعة تماما، وأصبح الآلاف من أبناء شعبنا الأحوازي الآن عاطلين عن العمل بسبب هذه السياسات. وهي هذه السياسة تؤثر بكل التأكيد على التهجير القسري وتجبر المواطنين الأحوازيين إلى الهجرة، أما في داخل المناطق الإيرانية أما خارج جغرافيا سياسية ما تسمى يعني إيران. بعد الهجرة يعني هذا الهدف من تجفيف، سياسة التجفيف للأنهار والمياه والأهوار، ماذا بعد الهجرة؟ ما هو الهدف والغاية؟ سياسة طويلة الأمد انتهجها النظام الإيراني، يريد إسكان الفرس إلى المناطق الحدودية أو في داخل الأحواز، وأيضا إرسالهم إلى داخل العراق، وهي سياسة تغيير ديموغرافي وتغيير سكاني في داخل هذه المنطقة الثرية بالموارد المائية والموارد الطبيعية كالنفط والغاز وغيرها الكثير. فهي سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الفارسي، وليس سياسة بريئة تأتي في إطار التصحر وغيره الكثير. وأيضا يستخدم في الشتاء، يستخدم السيول التي تسيل في داخل المناطق الفارسية ويجري على أنهار الأحواز ويفرق مناطق الأحواز، والآن مناطق القنيطرة ومناطق مدينة أبو شهر المطلة على الخليج العربي كلها أصبحت أغرقت بفعل هذه السيول المستعلة من قبل الدولة الفارسية. يعني هناك حديث عن إحراق النظام الإيراني أكثر من 28 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، خاصة في هور العظيم. بالتأكيد لهذا الأمر، هذه القضية لها تداعياتها على الاقتصاد الإيراني ككل. يا ترى عندما تقوم إيران أو النظام الإيراني بإحراق هذه الثروة الزراعية المتمثلة بآلاف مئات الآلاف من الهكتارات، هل ستؤثر على الاقتصاد الإيراني ككل؟ هذا لم يؤثر على الاقتصاد جغرافية إيران أو النظام الإيراني بالأحرى، حيث أنه الوحيد التي يستخدم الثروات لميليشياته ويدعم بها ميليشياته الإرهابية في المنطقة العربية. بل هذا مشروع حور العظيم، وعلى لسان محسومة ابتكار رئيسة المجلس الأمن القومي ونائبة الرئيس آنذاك في عام 2010 صرحت وقالت بأن جاء مشروع تجفيف حور العظيم وحرق مزارع
على مشروع هذه قالت فيه قصب السكر وشركات القصب السكر وايضا المشاريع النفطيه، بحيث قالت ان هذه اسهل طريقه واقل تكلفه ان نستطيع ان نستخرج النفط من مناطق الهور العظيم وايضا ان نقيم مشاريع قصب السكر، واستلمتها الشركات الصينيه واستخدمت ذلك. وحتى في عام 2019 حينما جاءت السيول في منطقة هور العظيم الفلاحية وغير هذه المناطق الخصبة والنائية، أهدوا مجاري المياه إلى نحو المزارع ولم يهدوا إلى نحو الهور التي كان فاضيا وفقط تتواجد فيه الشركات النفطية. فهم جاهزون أن يضرروا المواطن الأحوازي، جاهزون أن يجعلوا الأحوازيين يعيشون الفقر المدقع ويهجروهم من مناطقهم ولا تتضرر الشركات النفطية التابعة لدولة الاحتلال الفارسية. أستاذ ميثاق، في ظل هذه الانتهاكات، ما المتوقع من شعب الأحواز؟ ما الذي يمكن أن يفعله تجاه هذه الانتهاكات التعسفية؟ للأسف الشديد الدولة الفارسية استخدمت المكافيلية ضد الشعب الأحوازي، والشعب الأحوازي خرج عدة مرات بمظاهرات حاشدة في عدة مدن، والآن لغاية الآن اليوم لغاية يومنا هذا الشعب الأحوازي ينتفض ويتظاهر، ولكن للأسف الشديد يجابه بالقمع كما يحدث الآن في العراق الشقيق. فالدولة الفارسية تستخدم دائما القمع المفرط ضد الأحوازيين وتستخدم العنف، و يعني تجعلهم في بؤرة من حالتين، أما تموت أما تصمت وتموت، يعني في حالتين أنت ميت ميت، أما تهجر من داخل أراضيك إلى خارج الأحواز. فسياسة التهجير القسري التي تستخدمها دولة الاحتلال الفارسية سياسة ممنهجة تريد من خلالها إطالة مدى الجوع والفقر على الشعب الأحوازي لكي أن يتهجر، وهذا الأمر واضح تماما واستخدمته السلطات المتعاقبة على حكم طهران ضد الشعب الأحوازي. ولكن للأسف الشديد في الوقت الحالي الآن الشعب الأحوازي لم يكن له أي مقومات للحياة، الشعب الأحوازي يفتقد ثروته المائية، يفتقد ثروته الاقتصادية، ويعيش تحت ظل احتلال بربري لا يستطيع أن حتى أن يتحدث أو يتكلم. وللأسف الشديد في نفس الوقت يواجه يعني تضليل إعلامي من قبل الدولة الفارسية وصمت، وفي الجهة الأخرى يواجه الصمت العربي الذي لم يتحدثوا إزاء الانتهاكات الدولة الفارسية أو إذا تحدثوا بشكل خجول. وللأسف الشديد من المتوقع الآن في ظل السياسات والظروف التي متواجدة في داخل الأحواز أن ينتفض الشعب الأحوازي مرة أخرى بوجه هذا النظام المارق، والمظاهرات لغاية الآن مستمرة في داخل الأحواز. من كامبيرا رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز الأستاذ ميثاق عبد الله، شكرا جزيلا لك.